في كل بلاد تلقى العاصمة وتلقى مدينة أخرى لا تقل أهمية عليها. كما الجزائر بعد العاصمة عندنا وهران، في كوريا بعد سول جي بوسان. اليوم رحلتنا البوسان نشوفوها من كل الزوايا، من تحت الأرض فوق الأرض من السماء. خلونا نبدأ الحكاية من البداية وبقوا معنا حتى النهاية. أعطونا لايك واشتراك ويلا. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة ثانية من سلسلة أشهر الأماكن السياحية في كوريا الجنوبية. وبداية رحلة عنا كانت من هذه المحطة اللي راكم تشوفوها، محطة أنسان باس تيرمينال. خذينا منها التذكرة أنا وصاحبي، التذكرة الواحدة كانت ب36,000 فون للشخص الواحد، يعني تقريبا كيما سول حوالي 40,000 و38,000 يعني متقاربة، مش بعيدة بزاف. ومدة الرحلة كانت 4 ساعات ونصف تقريبا، 4 ساعات ونصف حتى البوسان إلى شاطئ هيوندي مباشرة. يا حسرة بوسان ولالين الزرقاء، هذه لالين الزرقاء خير تاع لي بيس. هذه الحاجة اللي تعجبني في بوسان، عندهم لالين تاعهم تاع الباصات. وصلنا بوسان واخيرا رانا في هيوندي. نوريكم برك الغرفه اللي اجرناها. ايوا راهي دو سوبر بوزي، الاول الفوق وواحد لتحت، وهذا كيف كيف زوج اسره. عندك وين تعلق؟ عندك دو سو تواليت نضاف نورمالمون. نمرهم كل شيء نظيف، دوش. عندك نافذه مطله على الخارج، انا قدام الشاطئ. وشنو تاني؟ هذا مكان البريزات، وهذيك تاع الريموت تاع الكليماتيزور. ورانا شايخين اخيرا. المهم شحال اجرناها؟ كريناها ب 20 دولار للشخص الواحد، يعني 40 دولار تقريبا في زوج، 40,000 كوريه، ما يعادل بدراهم تاع الجزائر. نكتب لكم لهنا، ما على باليش، راني عيان ما غاديش نحسب. تأخرنا شوية على الماكلة، درنا شوية الروطار، وصلنا في الليل ولقينا دي ريستورون مغلوقين. درنا شوية برياني تيك اوي وخلاص، مطعم هندي دخلنا كلينا برياني. درا كيفاش يجي مانيش عارف، برياني باللحم ماكلة المحبسية تاع السجن. بسم الله. كويس لذيذ، شوية حار بس. صباح الخير عليكم. رانا في الجيست هاوس تاعنا، وقال لك ما كاش الفطور. نورمالمون عاده في الجيست هاوس كي تكري، في اي جيست هاوس كي تكري راح تنوض تفطر فري، باسكو داخل في الدراهم اللي خلصتهم. يعني صباح تفطر مجانا، تلقى الخبز، تلقى الكونفيتور، تلقى صوالح هذوك. هذا الجيست هاوس قال لك بسبه الكورونا ما عندهمش الماكله تاع صباح، نحاوح. دوك نوريكم واحد الجيست هاوس مهجور، انا شوكيت كي شفتو صراحه. الجيست هاوس اللي هنايا على برا فارغ، انا عندي عامين ما جيتش لهنا، كلش تبدل. هذا مغلوق، هذا غلقوا. كاين بزاف لي زوتيل غلقوا لهنا بسبب الكوفيد، كاين بزاف لي غلقوا. تحس شغل مهجوره البلاصه، تقول ماشي هذه هي بوسان اللي نعرفها. هي هاي، شوف شوف كلش مبلع. كلش من هذا مدقدق، تقول فيه الاشباح الداخل. هيلو جيست هاوس مغلوق، كلش ما اغلب لي زوتيل ولا لي جيست هاوس الصغار لقوا فيهم الكوفيد، لقوا حالات مصابه بالكورونا غلقوهم.
كانت صاحيه الزهر اللي عندنا، كانت صاحيه هذا ما كانت صاحيه، احنا بدلنا باش نعومو. شوف شوف سبحان الله تغطات الدنيا، ما كانش دقيقتين صح، دقيقتين ثلاثه الناس كامل هربت. الزهر المسقم الناس كامل هربت. اوه تغلقت الحاله. شوف شوف المطر كيف يسير، شوف ما شاء الله، شوف خيوط خيوط صح، خيوط شوف سبحان الله العظيم، ما شاء الله الجو جميل. شوف نكبر لكم شي الصورة، شوف خيوط سبحان الله، خيوط تاع المطر. الحمد لله ما طولتش المطر بزاف، بقت تقريبا ساعة فقط ومشات. بعدها كملنا الجو اليوم تاعنا والليلة تاعنا في شاطئ بوسان، شاطئ هيوندي بالضبط، وهذه كانت آخر ليلة لصديقي للأسف، كان لازم عليه يرجع للخدمة وأنا العطلة عندي مازال، أنا كانت بقيت لي 5 أيام وهو كانت العطلة تاعه انتهت، يعني لازم يرجع للعمل. هيا والهبطة إلى التحت، نشوفوا هذا الأكواريوم كي داير. دخل الأكواريوم كانت ب 17000 كورية، يعني هذه ثمن دخول برك، والداخل تقدر كاين عروض مجانية تقدر تشوفهم، يعني تقدر تقعد مع الكوريين وتشوف عروض الغطاسين داخل الأكواريوم، عروض مجانية ولكن باللغة الكورية ماهيش باللغة الإنجليزية.자, 그리고 아래쪽에 전박이 상어도 한 마리가 다가왔는데, 전박이 상어는 지브라라는 이름을 가지고 있어요. 그루퍼! 꿀! وإذا حبيت تعمل جولة بالقارب ممكن تدفع ثاني مبلغ صغير وتعمل جولة داخل القارب وكأنك داخل المحيط، يعني داخل جو أروع ما يكون. الي هادو دايرين هنايا لي جمال باش تشوف البعيد نضربو طله. غوان الي هو اخر محطه ليا في بوسان، لكن مازالت العطله، مازالوا لي 3 ايام، رحت فيهم الجزيره كوريه رائعه رايحين نشوفوها في الحلقه الثالثه. وباش وصلت الجزيره الكوريه هذه نزلت تحت سطح البحر 2 مرات، يعني مرتين ننزل في انفاق تحت الماء باش وصلت لهذه الجزيره الرائعه. كل شيء رايحين تشوفوه ان شاء الله في الحلقة الثالثة، بلا ما نوصيكم على اللايك والجرس ومشاهدة الحلقة الاولى تاع برج نمصان، وتهلاو لي في روحتكم، واللي ما راش متابعني في الانستغرام يتابعني. سلام.